عقدت المديرية العامة لتربية نينوى اجتماعا موسعا حول ما جاء بتوجيه معالي الوزير المحترم حول إضافة مقترحات لتعديل قانون الامتحانات رقم 18 سنة 1987. هذا الاجتماع عقد على أرض المديرية العامة لتربية نينوى قسم النشاط المدرسي. صراحة دعينا لعقد الاجتماع مجموعة من السادة الخبراء والقامات التربوية الموجودة في المديرية العامة لتربية نينوى، إضافة إلى السادة مدراء الامتحانات ومدير الامتحانات وسادة مدراء الإشراف الاختصاصي والتربوي. وتم عقد هذا الاجتماع ومناقشة القانون لتقديم المقترحات إلى الوزارة. جرى النقاش للمواد جميعها، وستقدم إن شاء الله المقترحات للوزارة في أقرب وقت. أسعدني جدا وجود أنا أعتبرهم الفريق الاستشاري إن شاء الله للمديرية العامة لتربية نينوى. ضروري جدا الاعتماد على الخبراء السابقين اللي موجودين كانوا على أرض الواقع والعاملين في المديرية العامة لتربية نينوى. هذه الخبرات إضافة، أعتبرها إضافة نوعية. إن شاء الله ستكون هذه الاجتماعات إلها أهمية كبيرة على مستوى إدارة المديرية العامة لتربية نينوى، وسنقوم بعقد هذه الاجتماعات من أجل الصالح العام، من أجل الاهتمام أكثر بأداء المديرية العامة لتربية نينوى، من أجل أن تكون هذه الاجتماعات إضافة وزيادة فعالية لعمل المديرية العامة لتربية نينوى، وكذلك مناقشة جميع القوانين التي تحتاج إلى تطوير أو تحديث لنقلها إلى معالي السيد وزير التربية المحترم.